الجبهة الشعبية تعلق مشاركتها في المسار الحكومي للحوار الوطني، ونداء تونس تؤكد التزامها باستكمال مسار الحوار. عشية استئناف الحوار الوطني، الغنوشي يؤكد أن النهضة ستغادر الحكومة لكنها لا تزال في مركز السلطة. نتائج الاستشارة الوطنية حول أسلاح المنظومة القضائية تبين عدم رضا شريحة من التونسيين عن حيادية الجهاز القضائي واستقلاليته. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. خلال ندوة صحفية عقدها اليوم، أكد حمى الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أن مجلس أمناء الجبهة قرر تعليق مشاركة الجبهة في الحوار الوطني، وخاصة في جانبه المتعلق بالمسار الحكومي، في انتظار إجراء مشاورات مع شركاء الجبهة وحلفائها في جبهة الإنقاذ. الجبهة الشعبية لن تواصل الحوار الوطني على مستوى المسار الحكومي، موقف أعلنه اليوم حمى الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة. الجبهة الشعبية قررت تعليق مشاركتها في الحوار، وخاصة في المسار الحكومي اللي غدوة ثم فيه اجتماع. غدوة مش نحضر في هذا الاجتماع. موقف لا يعني حسب الهمامي التخلي عن الدور الرقابي لرئيس الحكومة ولفريقه. رئيس حكومة لا يلزمنا وحكومته لا تلزمنا، أنا بشكل فهمت منها واضح، ولكن هل يعني هذا وأن مناش معنيين بالشيء مش يصير إطلاقا؟ لا، احنا سنراقب عن كثب هل سيقع تطبيق خارطة الطريق أو لا يقع. وعن حيثية ترشيح مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة، اعتبر حمى الهمامي ما حدث انقلابا على الآلية المتفق عليها. احنا دخلنا الحوار هذا على أساس البحث معناها عن توافق، لكن اللي حصل في الأخر بالكل ما هواش توافق، وخلينا نقولها بكل وضوح وبكل صراحة، ما تم هو فيه انقلاب على الآلية المتفق عليها. وعن شروط نجاح الحكومة المقبلة، أكد الهمامي أنه لا بد أن تتكون من كفاءات مستقلة وأن تلتزم بما تمليه خريطة الطريق. من جانبه، اعتبر المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس في اجتماع عقده اليوم أن انتهاء الجلسة الأخيرة للحوار الوطني إلى اختيار المهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة شيء إيجابي وبداية لحل الأزمة السياسية. أكدت حركة نداء تونس أنها كانت دوما من القوى الدافعة للحوار الوطني، وقدر مكتبها التنفيذي أنه سيشارك في استكمال مسار هذا الحوار الذي توج في مرحلته الأولى باختيار المهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة. مشاركة تبقى رهينة تتوفر عدة شروط، منها التزام المهدي جمعة بخريطة الطريق واختياره لكفاءات مستقلة لتشكيل حكومته. يلتزم بعدد من البنود المعروفة اللي هي ذكرناها في بياننا السابق وذكرناها اليوم في البيان، اللي هي مكافحة الإرهاب، مراجعة التعيينات في المؤسسات الدولة، تحييد المساجد، مراجعة قانون المالية متاع 2014 بما يحمي القدرة الشرائية والظروف عيش المواطنين من ضعاف الحال. حركة نداء تونس عبرت إذن عن عزمها المشاركة فيما تبقى من جولات الحوار الوطني، وذلك بعد التشاور مع رباعي الرعي بخصوص منهجية العمل. نحن نتابع ونراقب مدى الالتزام بخارطة الطريق ومدى الوصول إلى الغايات التي انطلق من أجلها الحوار. هناك استحقاقات ينتظرها الناس، تنتظرها الأحزاب. اجتماع المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس خصص أيضا لبحث الشأن الداخلي، استراتيجيات الحركة وأعمال لجان الهيكلة والتدريب والتكوين السياسي، وكذلك لجان الانتخابات. وقد مثل الوضع السياسي في البلاد والتطور الحاصل في العملية السياسية محور لقاء رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي صباح اليوم بقصر قرطاج بالرباعي الراعي للحوار الوطني. وصرح الناطق الرسمي باسم الرباعي العميد محمد الفاضل محفوظ أن رئيس الجمهورية المؤقت جدد دعمه للحوار الوطني ولخارطة الطريق باعتبارها الأداة المثلى لاستكمال المسار الانتقالي.
تجاذبنا أطراف الحديث حول ما يحصل الآن في البلاد من هذا التطور المتعلق بالعملية السياسية، خاصة بعد ترشيح السيد رئيس الحكومة المقبل والمنتظر الأستاذ مهدي جمعة. كذلك تلقينا مساندته واعتماده على هذا الحوار الوطني لإنهاء المرحلة الانتقالية وإنهائها بنجاح في هذا المسار السياسي، سواء فيما يتعلق بالمسار الحكومي أو فيما يتعلق بالمسار التأسيسي. وفي سياق متصل بالحوار الوطني، أكد مصدر مسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل أنه تقرر تأجيل استئناف اجتماع الحوار الوطني الذي كان مقررا على الساعة 10 من صباح يوم غد إلى الساعة 4 بعد الظهر. جدد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التأكيد أن حركة النهضة ستغادر الحكومة، لكنها لن تغادر الحكم باعتبار أن لديها أغلبية نيابية ممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، السلطة الشرعية الأولى في البلاد. جاء ذلك في تصريح أدلى به في عقب لقائه مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر هذا المساء للتشاور حول المسار التأسيسي وسبل دفعه بعد أن تم التوافق على المسار الحكومي. رئيس المجلس هو أمر طبيعي من أجل التشاور ومن أجل التسريع بهذا المسار حتى نتمكن إن شاء الله تتمكن بلادنا من أنه في ذكرى ثالثة لانتصار ثورتنا تكون ذكرى تتويج لكل هذه المسارات، بمعنى يعني ختم الدستور والإعلان عن موعد للانتخابات وتكوين الهيئة الوطنية المستقلة وانتصاب الحكومة الجديدة إن شاء الله التي ستقود تونس في المرحلة الانتقالية الثالثة إن شاء الله. نحن لم نخرج من الحكم، لأن الحكم ها هنا في هذا المجلس، الحكم في هذا المجلس باعتبار المجلس هو الذي ينتخب الرئيس، هو الذي ينتخب الحكومة. فالمجلس الوطني التأسيسي هو مركز السلطة ونحن لا نزال في مركز السلطة وسنبقى لأمد غير قليل إن شاء الله. أغلبية في المجلس. أي نعم. يوم 10 من جانفي 11 و2000 أصيب وائل جرافي من متساكني ولاية القصرين برصاص في ركبته، كلفه خسارة رجله لينضم إلى قائمة جرح الثورة الذين ينتظرون إلى الآن تحقيق العدالة الانتقالية. وائل القرافي شاب أصيل حي زهور من ولاية القصرين، هناك ترعرع وهناك حلم وأيضا هناك حاول تحقيق حلمه، وأي حلم؟ الكرامة والحرية والعدالة الجهوية في عهد ديكتاتورية. حلم كهذا لم يكن ليمر دون تضحية لا تزال راسخة في ذهنه بأدق تفاصيلها. نهار 10 جان في 2011 ضربت بكرتوشة في قلب ركبتي، فهمتني؟ في البلاصة هذه رفال كيم الوقت مع الساعتين ونص، والبلاصة هذه اللي طاحت فيها أنا وطاحت فيها اللي هي جماعة القصرين الكل، شهداء القصرين والجرحى متاع القصرين الكل. قوة إرادة لطالما آمن بها ورفاقه بأنها قادرة على تحدي الغول والإطاحة به، فهل هو الآن على ذات الإرادة بعد سنوات من تلك الملحمة؟ شوف الرجل هذيك عيد هذيك كتبنا ربي، ما شنو اللي خسرنا حقنا نحن اللي كنا متشبثين به خسرنيته، اللي هو ذي أقوى من أي حاجة. خضع وائل لعملية جراحية خارج تراب الجمهورية، تمكن على إثرها من الوقوف على ساقه مرة ثانية بواسطة ساق اصطناعية، لكنه لم يلبث أن استغنى عنها لأنه يشعر بالفخر لما ساهم في إنجازه، ولأنه أيضا أمل في عدالة انتقالية تقتص له. تما سألوا له عدالة انتقائية خاطر فهمتها الأولى، الثانية اسمع على كيك عوارق ما ثمش التطبيق نتاعو، كي أنت تجي تحكي لي عدالة انتقالية فهمتني باش تجيب بها حق المواطن التونسي، هذيك كصفة أولى. وكصفة الثانية اللي هو ثم حق تو 3 سنين يستنى في حقه،
ثم حق استنى في حقه اللي هو حق جريح الشهداء. ثم فقدانه لإحدى ساقيه خلال أحداث ثورة الحرية والكرامة، فإن وائل وبما يحمله من عزيمة حافظ على ذات الحياة التي لا تنقطع في حي زهور، يتوجه يوميا لمقاعد إحدى المقاهي المنتسبة بمحاذاة ساحة الشهداء للقاء رفقاء الدرب والدردشة في كل ما يخص قضايا الجرحى والشهداء. متهمين يو تيحكم لك زيادة على التعويض يو قال لك ليه نهائي مسات ما حضرتش قائمة نهائية وحدها. تاريخ الجلسة ومائلها والتعويضات واللائحة النهائية للجرحى واللجان المحدثة صلب المؤسسات الحكومية التي تعنى بقضيته هي أبرز معالم الحياة اليومية لوائل جريح الثورة. تم اليوم تقديم نتائج الاستشارة الوطنية لإصلاح المنظومة القضائية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وشملت الاستشارة قرابة 4000 شخص من مهنيين وممثلي المجتمع المدني وباحثين وإعلاميين وعموم المواطنين. عينة شملت 1250 مستجوبا من كامل ولاية الجمهورية بينت أن 68% من التونسيين يعتبرون أن القضاء يبجل بعض الفئات على الأخرى، وأن 70% لا يعتبرون أنفسهم مبجلين. 54.1% يعتبرون أن القضاء التونسي غير محايد ومتحزب، و 59.2% يرون أن القضاء مسيس. أرقام تضمنتها نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة القضائية. نتيجة مهمة علاش؟ على خاطر هذه تبين لنا اللي لازم معناتها إصلاحك الصورة هذه، وكيفاش نجموا نصلحوا الصورة هذه. المقترحات اللي خرجنا بها من عند المهنيين لإصلاح الصورة كنا نعرضوا فيها، اللي هي مقترحات معناتها نتصوروا اللي هي مقترحات اللي تهم المهنة. الاستشارة تضمنت 6 محاور، وهي المنظومة القضائية واستقلالية ونزاهة القضاء والنفاذ إلى القضاء وسير الخدمات القضائية وسير الخدمات السجنية وأخلاقية المهنة والوقاية من الفساد، كما أفضت إلى عديد المقترحات المتعلقة بالأساس بالبنية التحتية للمحاكم والسجون وتحسين الكفاءات المهنية وتطوير الإجراءات. الخطوة هذه بالنسبة لنا احنا عندها قيمتها، بالرغم وأنه يعني نثمنوا فيها أجزاء وعنا احتراز على أجزاء وعنا مقترحات أخرى زادة باش نتقدموا فيها مي على الأقل ثم أرضية نجم ننطلقوا منها. هناك أشياء متميزة جات في هذا التقرير اللي نوه بها، خاصة على مستوى تكريس الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية. هناك تحفظات خاصة في رؤيتنا لإدارة المحاكم. تقديم نتائج الاستشارة أثار احتجاج ممثلي المجمع المهني للجبائيين الذي رأى أن عدم تضمينها لفقرة خاصة بهم يعد نقطة ضعف. قدمنا مقترحات ما رأنا أنه في التقرير النهائي المتعلق بنتائج الاستشارة تم حذف المهنة متاعنا، لم يتم ذكرنا. احنا مستشارين جبائيين وليس مستشاري جباية كما ذكرها كلمة يتيمة ذكرت في التقرير. ان شاء الله توا باش يتم اسراء هالاستشارة هذه والنتائج من خلال الاقتراحات ومن خلال نقد نتاع السادة الحضور في الندوة هذه. هذه لبنة اولى، هذه مرحلة اولى في المخطط الاستراتيجي. مازالت الرؤية الاستراتيجية والمخطط اللي يمتد من 2012 من ساوش حتى 2016. ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إثر تقديم نتائج الاستشارة ببلورة استراتيجية كاملة تحدد الأولويات. صورة المنظومة القضائية في تونس عند المواطن كيف تبدو؟ سؤال توجهنا به إلى بعض المواطنين فكانت الإجابات التالية. المنظومة القضائية في تونس اليوم أنت كيفاش تراها؟ شرام منظومة قاعدة ترجع لتالي لتالي لتالي، قاعدة تتراجع، فماش قضاء مستقل، نرى فيهم ماشيين مع المواطن. بقينا الأمور متاع السياسية أنا ما نتعليني شي. أنا بالنسبة للقضاء الحق ماخذ حقي في القضاء، مش مستقل يعني، ما مش الحق مش ظاهر أو الباب والقانون مش ظاهر. استقلالية القضاء هي مهمة ومهمة جدا جدا. ما يهمنيش مستقل ما هوش مستقل أمورهم، لكن أرحمونا نحن كمواطنين، نحبوا نحن القضاء مش قضية تقعد بالعام واثنين وجاي باش يقابل وزير العدل. شكرا. فهمت، حسيت روحي تظلمت في القضاء، تظلمت. إدخال إصلاحات هيكلية على المؤسسة الأمنية والعسكرية وحفظ الأرشيف الوطني هي أبرز توصيات ندوة انتهاكات حقوق الإنسان بتونس التي نظمتها التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وحضرها عدد من الخبراء الأجانب في مجال العدالة الانتقالية.
ما تزال تونس تائها في مسالك المرحلة الانتقالية ولم تتمكن من مواجهة الصفحات المظلمة من تاريخها. بهذه الكلمات لخص اليوم الختامي لندوة انتهاكات حقوق الإنسان بتونس ليخرج بجملة من التوصيات أبرزها تلك المتعلقة بإدخال إصلاحات هيكلية على المؤسسة الأمنية والعسكرية وحفظ الأرشيف الوطني وغيرها. أبرز التوصيات تلك المتعلقة بتخليد الذاكرة، وقد أجمع وأكد المتداخلون وخاصة الخبراء على وجوب عدم يعني إخضاع مبدأ تخليد الذاكرة كافة الحساسيات السياسية وجعل ذاكرتنا الجماعية في منأى عن كل ذلك. كذلك هناك توصياتنا العيار الثقيل في علاقة بالإفلاتنا العقاب. هناك كذلك توصيات في اتجاه إخضاع جملة من المؤسسات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالعدالة الانتقالية إلى إصلاحات هيكلية مستعجلة، وخاصة المتدخلون بالذكر هذه المؤسسات، قالوا المؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمنية يعني وزارة الداخلية. ثغرات عديدة ما زالت تعاني منها منظومة القانون الجزائي وغيرها، وهو ما فتح الباب أمام عديد الانتهاكات إلى حد اليوم يقول المشاركون. مراجعة النظر في المنظومة بكاملها، معناتها منظومة القانون الجزائي التونسي ومجلة الإجراءات الجزائية اللي هي معناتها نزلت فيها العديد من الثغرات، وما تأسسش لي ما يمكنش تأسس لعدالة انتقالية معناتها على أسس صحيحة. أسباب الاستبداد والانتهاك ما زالت قائمة، ودل على ذلك مداخلات اليوم مثلا اللي أثبتت أن اللي عانى منه التوانسة قبل سقوط بن علي من فساد ما زال متواصل. بين الذاكرة والتاريخ انتهاكات مضت وأخرى ما زالت قائمة حسب الخبراء في انتظار ضمانات عدم إعادة ما مضى. تناقش لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مقترحين للحيلولة دون الطعن في أعمالها مستقبلا من قبل المحكمة الإدارية، وينص المقترح الأول على اعتماد قانون تفسيري يقضي بالاستئناس بالسلم التقييمي على أن يكون الفيصل هو انتخاب 36 عضوا بثلاثة أرباع أعضاء اللجنة، وهو مقترح عرضه بعض النواب لأنه سيمكن المحكمة الإدارية من فتح باب الطعون لمرات متتالية. أما المقترح الثاني فينص على المرور ب450 مترشحا إلى الجلسة العامة لاختيار أعضاء الهيئة التسعة، ما يمكن المحكمة الإدارية من الطعن مرة أخرى، يغلق بعدها باب الطعون نهائيا، وهو المقترح الأقرب للتبني حسب بعض النواب. أثارت إحدى الدراسات العلمية التي قام بها شاب تونسي عن التلوث البيئي بالشريط الساحلي أثارت جدلا واسعا بشأن صحتها، علما وأنها تتحدث عن تهديد حقيقي للإنسان والطبيعة. الشريط الساحلي للبلاد التونسية مهدد بالتصحو نتيجة التلوث، هذا ما توصلت إليه آخر الدراسات العلمية التي قام بها باحث تونسي، والتي تفيد أيضا بأن خليج المناسير يحتوي على كميات من المضادات الحيوية المستعملة في تربية الكائنات البحرية قد تسبب إلى جانب مواد أخرى في الإصابة بمرض السرطان. هي دراسة ما تمناها مع المخبر مختص في الريزيدي فارماسيتيك في بريكسل في بلجيكيا. الآخر نتائج هي اللي عملناها على 5 نقاط معناتها من الشريط الساحلي التونسي، أثبتت وجود كميات كبيرة من المضادات الحيوية، ومنها مضادات حيوية معناتها اللي هي معناتها ما يلزمناش نلقاوها في البحر كيما الكلورامفينيكول، ولقيناها معناتها خاصة في منطقة المنسير ومنطقة هيركلا في كميات معناتها كبيرة. وأثبتت معناتها كذلك التحاليل معناتها بالعلم السموميات الجزئي توكسيكولوجي موليكولير منها انه موجود هذه المضادات الحيويه مع ملوثات اخرى قد تتسبب في امراض معناتها السرطان. المستثمرون في مجال تربيه الاحياء المائيه نفوا من جهتهم وبشهاده الفنيين الاستعمال المفرط للمضادات الحيويه. بالنسبه لتربيه الاحياء المائيه ما نستعمله كان في حدود 4-5 مضاد حيوي ويخرج بالام ام تاعو من لادميسيون دو ميسور مارشي، وبالنسبه للمضادات هذه نستغربوا من وجودها، كيفاش معناها 77 كنا نحيو منهم 5 يبقون 72، نتسائلوا منين جاوا 72 مضاد حيوي ومن اي موقع توجدوا وفين قوام ان نضرها، في مياه الصرف ولا في مياه التربيه. الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط تؤكد من جهتها على التفاعل مع نتائج البحوث العلميه ان ثبتت باتخاذ الاجراءات المناسبه. صاحب المشروع هو معناه مطالب
يعني تفرض عليه الوكالة باش يقدم تقارير دورية على الحالة البيئية نتاع المشروع نتاعه. الاستناد على التقارير هذيك تقوم الوكالة بمراقبة معناها مدى أول حاجة مدى تقيده بالإجراءات المنصوص عليها بدراسة مصدر المحيط، وثاني حاجة بمدى نجاعتها. كان اتضح أنه فما معناها خطورة أو فما إخلالات أو فما عدم تقيد فالقانون القانون نتاع الأمر المنظم لدراسة مصدر المحيط نتاع 2005 يمكن الوكالة أن تراسل السلطة لمنح التراخيص سحبها. رغم تضارب الآراء حول صحة هذه الأبحاث، إلا أن الثابت هو أن الشريط الساحلي وخليج الملاسير تحديدا يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذه من كل أشكال التلوث التي باتت تهدد ثرواتنا الطبيعية. نفذ أعوان الصحة العمومية اليوم وقفة احتجاجية طلبوا من خلالها بتطبيق الاتفاقات المبرمة بين جامعة الصحة ووزارة الصحة، خاصة فيما يتعلق بالترقيات والمنحة الخصوصية. هي بعض من الشعارات التي رفعها أعوان الصحة العمومية خلال وقفة احتجاجية نفذوها اليوم أمام الوزارة للمطالبة بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع جامعة الصحة. لم يطبق من اتفاق 6 فيفري الذي لا يطبق هو ما يقارب 90% والذي تحقق هو 10%. التحرك جاي اضراب قطاعي من كامل شراب الجمهورية من نهار 24 ونهار 25 إلى حين تحديد المتل الأشكال النضالية الأخرى وستكون فيها الاضراب الإداري. تفعيل القانون الأساسي لأعوان الصحة العمومية والمنحة الخصوصية من بين المطالب التي رفعت خلال هذه الوقفة. حاجتنا بالمنحة متاعنا كاملة وحاجتنا بالقانون الأساسي اللي يشمل الناس القطاع كامل. سحب الفصل 2 إلى حد الآن ما في في الأعلام كجامعة ما يعني ما تمش جلسة مع جامعة الصحة. الترقيات التنفيل وتمثيل الطرف النقابي في مجلس الإدارة. مطالب توجهنا بها إلى وزارة الصحة فكانت الإجابة. الآن نحن أمام في المرحلة المشروع القانون معروض أمام لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي وسيصدر سيبرمج في أشغال المجلس الوطني التأسيسي. في موضوع التنفيذ هذا يشغل تقريبا 50 أو 60 عون من أعوان الصحة، والموضوع الآن مطروح أمام لجنة الوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وماشي زاد في طريقه نحو التنفيذ. في موضوع الترقيات نحن رقينا الترقيات المتفق عليها، والدفعة الثانية من الترقيات ستصدر في الأيام القريبة هذه، وسنتجاوز العدد اللي اتفقنا عليه اللي هو 15,000 ترقية لننجز أكثر من 20,000 ترقية. وبالنسبة للفصل الثاني الذي يوحد بين جميع الأسلاك بوزارة الصحة، فقد أكدت الوزارة أنه أمام أنظار لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي لتمريره في أول جلسة عامة. نظمت اليوم النقابة الأساسية لأعوان وزارة المالية وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بمشروعي الميزانية وقانون المالية لسنة 2014، وأكد المحتجون على عدم مراعاة الميزانية لكل الاعتبارات الاجتماعية عبر زيادة في الأسعار التي من شأنها أن تثقل كاهل الطبقة الضعيفة والمتوسطة. هذا وطالبت النقابة بتشريك أعوان المالية في استصدار التشريعات الجزائية. صادق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالأغلبية على التقرير الذي أعدوه في ضوء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بعد اللجوء إلى التصويت على الفصول التي كانت موضع خلاف بين أعضاء اللجنة. 9 فصول من أصل 92 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة هي موضع الخلاف بين أعضاء لجنة المالية. هذه الفصول خضعت للتصويت على أن تضمن الملاحظات الخاصة بها بالتقرير النهائي الذي سيرفع إلى النواب. نأخذ مثلا مسألة المقدار الذي يرخص لسيد وزير المالية إصداره بالسكوك. هناك من شاف أن يلزم المقادير اللي ما تمش رصدها في 2013 يلزم تضاف إلى 2014 مش المقدار هذا يزيد، وهناك من يرى كيفي أنا واحتفظت بصوتي أن القانون اللي تم التصويت عليه للسكوك مازال مش واضح. الحسم في النقاط الخلافية سيتم في الجلسة العامة في ضوء الملاحظات المدونة والمشاريع البديلة. يقع تبني من طرف النواب إلى جملة من المقترحات ونقدموها للجلسة العامة، لأنه فما الباب مفتوح إلى كل النواب، كل 5 نواب قادرين باش يقدموا مقترحات، ولا اللجنة قادرة باش تقدم بذاتها، قادرة باش تقدم مشاريع بديلة كمقترحات بديلة لتعويض بعض الإجراءات كما قلنا اللي نعتبروها ثقيلة شوي.
مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي كان محل انتقاد منذ تسريباته الأولى ما زال محل خلاف قد يمتد إلى الجلسات العامة. خلفت التسعيرة الجديدة للبيض التي حددتها وزارة التجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة المتراوحة بين 18 و31 من ديسمبر الجاري خلفت عديد الانتقادات خاصة من طرف باعة الجملة والتفصيل، كما أثرت التسعيرة الجديدة على الكميات الموجودة في السوق. ديما نشي كل جمعة نشي بلاتو، أما يسر غالية والله، بقي غالية. غلاء تسعيرة البيض خلال هذه الفترة أصبحت ظاهرة بارزة للعين، لذا عملت وزارة التجارة والصناعات التقليدية على تحديد تسعيرة موحدة للبيض قدرت ب 660 مليما لأربع بيضات. لاحظنا في الأسبوع الأخراني ارتفاع غير مبرر متاع أسعار متاع العظم، نقزت من 640 ل 750 وحتى ل 800 مليم في تونس العاصمة، في الوقت اللي الكلفة متاع الانتاج ما تغيرتش، يعني ما تماش أسباب اللي تفسر هذاك. علاش وزارة التجارة دخلت في الفترة هذه اللي هي من نهار 18 نهار 31 حدت الأسعار متاع البيض، لأن هذه فترة متاع يكثر فيها الطلب على المادة هذه. قرار كانت له انعكاسات سلبية على تجار الجملة والتفصيل، وصلت إلى فقدان هذا المنتوج لدى بعضهم، خاصة بعد رفض بعض الفلاحين الالتزام بهذه التسعيرة حسب تعبيرهم. توا قاعد اللي يحب ياخذ السلعة ياخذ بالصومات الفوق فوق صوم القرار فوق 660، فهمتني؟ نجمو نزودو كان بالصومات هذي مع الفلاح، صوم القرار ما نجموش نتزود مع الفلاح. ما فهميه سلعة، أنا قاعدين كاتفين يدينا مش نشريو مع الفلاح باش نبيعها. معنا كان طرف سلعة هذه جويدة نبيعوا فيها بسومة طريفة وكاو. ما وزارة التجارة دولة ولا يقول لك 660، أنت تحطها 720 ما يخوهاش، يقول لك كيفاش تولي لك إشكالية، معناها نولي نفضل ما عادش نجيبوا أنا هذاك مع الأرتيكل هذاك ما عادش نبيعوا. اتحاد الفلاحين اعتبر بدوره تحديد الأسعار القصوى لبيع البيض من طرف وزارة التجارة والصناعات التقليدية ودون الرجوع إليه، قرار يعكس استمرار الوزارة في اتخاذ قرارات أحادية الجانب. في بالنا احنا قطعنا مع الطريقة المسقطة والوزارة هي اللي تقرر واحنا علينا تنفيذ، احنا في بالنا في طريقة جديدة للمعاملة مع أهل القرار في طريقة تشاركية ونتفق ونطرحوا على الطاولة المشاكل متاعنا الكل والقرار يكون قرار تشاركي. الوزارة أكدت أن عدم رجوعها إلى اتحاد الفلاحين في اتخاذ هذا القرار يرجع بالأساس إلى أنه قرار محدود في المدة وخوفا من مزيد ارتفاع الأسعار. خصصت جلسة عمل أشرف عليها نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة خصصت لمتابعة المشاريع التنموية بولاية سليانة، وتم خلال الجلسة إقرار جملة من الإجراءات شملت عدة مجالات. ففي المجال الفلاحي مثلا تقرر الإذن بدراسة إنجاز مشروع للتنمية الفلاحية المندمجة في معتمديات مكثر والروحية وكسرى وسيدي بورويس وسليانة الجنوبية باعتمادات تقدر بثمانين مليون دينار إلى جانب أحداث منطقة سقوية على سد تاسع على مساحة 1500 هكتار بمعتمدية بورويس. وفي مجال التجهيز والبيئة تقرر خاصة إنجاز 10 مراكز لتحويل النفايات الصلبة خلال السنة المقبلة وأحداث محطة تطهير بالكريب. وفي المجال الصناعي تقرر ربط الولاية بالغاز الطبيعي بحلول 16 و2000. أما في القطاع الصحي فقد تقرر الإسراع بأحداث قسمين جامعيين بالمستشفى الجهوي بسليانة. ما هي حصيلة برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل نفاذ الأسواق بعد سنة ونصف تقريبا من إحداثه؟ سؤال طرحه المعنيون بهذا البرنامج في ملتقى اقتصادي بالعاصمة. يمكن للمؤسسات الصناعية التونسية أن تضاعف إنتاجها إذا أحسنت التصرف في مواردها البشرية ووفرت مناخا شغليا سلميا وعادلا. استنتاج خلص إليه أحد الخبراء بعد معاينة أكثر من 10 مؤسسات في إطار برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل نفاذ الأسواق. أقل ترفيع يمكن أن تتحصل عليه الشركات الكبرى المهيكلة هو بين 20 و30%، أما المؤسسات الصغرى فيمكن أن تضاعف إنتاجها. التسويق كآلية للإنتاج وفق حاجية السوق، هل تعتمده المؤسسات الصناعية؟
سؤال طرحه المختصون. التسويق الحقيقي اللي يعتمد على البحث والتطوير واللي يعتمد على دراسات السوق إلى آخره إلى آخره، المؤسسة هذه من مع سوء الحظ ماهيش قاعدة تقوم به، ولا تقوم به بشكل مازال ما هواش كما المؤسسات المتطورة في العالم. ما يناهز 50 مليون دينار تونسي هو حجم الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج، وسيتم إسناد البرنامج بآلية تمويلية أخرى لدعم قدرة المؤسسة الصناعية التنافسية. فما بعض مؤسسات عندها حاجيات تستحق أنها تستكمل تمويل آخر، ارتئينا أنه من الأحسن أن نوضع اتفاقية مع البنك لبيف PME باش نجمو نكملوا بعضنا معناتها. سنة على الأقل من العمل الفعلي في المجال الصناعي هو شرط تمتع المؤسسة بالآليات التي يخصصها البرنامج للرفع من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. انعقد بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق برئاسة علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة، خصص للنظر في الإجراءات المقترحة للنهوض بالقطاع السياحي بالجنوب الغربي. وقد أقر المجلس جملة من التوصيات تتمثل خصوصا في الموافقة المبدئية على الخطة الاستعجالية المقدمة من قبل وزارة السياحة لإنقاذ القطاع السياحي بالجنوب الغربي، على أن يتم التدقيق في مصادر وقيمة التمويل الخاصة بكل عنصر بالتنسيق بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والمالية والسياحة والوزارات المعنية بالتدخلات الواردة بالخطة، مع التأكيد على تشريك ممثلين عن ولايتي قبلي وتوزر. أحداث لجنة مصغرة في مستوى رئاسة الحكومة تتولى مزيد تدقيق الصيغة القانونية المقترحة لتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي للفترة 1999-2008، وذلك بالنسبة لمؤسسات وكالات الأصفار المعنية بالإجراء المقترح. تكوين لجنة متعددة الاختصاصات لدراسة ملف دار الشريط واقتراح الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعترض هذه المؤسسة. أعلنت شركة سوتيماي المختصة في صناعة الخزف الصحي خلال ندوة صحفية عن أهدافها وبرامجها وتقريرها المالي استعداداً للإدراج في السوق المالية. تعتزم شركة سوتيماي المختصة في الخزف الصحي جمع 8 ملايين دينار من السوق المالية، ما يمثل تمويلاً تحتاجه الشركة لاستكمال توسيع مشروعها. المشروع هذا قيمته 39 مليون دينار باش يخولنا باش نكبروا طاقة الإنتاج ونلبيوا الطلبات المحلية والخارجية على المنتوج ذا. الشركة تحتل المرتبة الثانية في السوق المالية في اختصاصها وتسعى إلى تحسين قدرتها التنافسية عبر تنويع إنتاجها. تحب تموقع روحها في منتوج جديد في تونس اللي معناتها موجود، يعني منتوج موجود في المرش عن طريق التوريد اللي فيه يعني جودة عالية جدا. وحسب المدققين سيتضاعف إنتاج الشركة 3 مرات خلال السنة المقبلة بعد دخولي في مرحلة دعم الإنتاج. وفي طوكيو شارك الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا سعيدي في أشغال الدولة الثالثة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي مثل مناسبة للتعريف بمجالات الاستثمار في تونس. شهد اليوم الختامي من المنتدى الاقتصادي العربي الياباني في طوكيو جلسة للتعريف بفرص الاستثمار في تونس، حيث تحدث الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى جمهور من رجال الأعمال اليابانيين. كان تفاعل إيجابي على اعتبار أنه كان فيه وضوح في طرح حقيقة الأوضاع التي تمر بها تونس، تجاوز الإشكاليات السياسية بنجاح الحوار السياسي، وخاصة وضوح الخيارات الاقتصادية، المجلة الجديدة للاستثمار، عديد الإصلاحات الهيكلية التي انطلقنا فيها. هذا كله أعطى شعور بالطمأنة وشجع عديد المستثمرين. التعاون بين تونس واليابان يتعلق بكل المجالات، هناك تعاون في المجال الاقتصادي، هناك عديد المؤسسات اليابانية اللي استثمرت في تونس، وكذلك يمكن
نحاول أن ننمي العلاقات في مجال البنية الأساسية. وقام الوفد التونسي بزيارة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي. سررنا بمشاركة معالي الوزير في أعمال الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، والتي أسهمت بشكل كبير في إنجاح المنتدى وتحقيق أهدافه. لقد اتفقنا خلال الاجتماع على أن يستمر العمل من الجانبين لتدعيم العلاقات التونسية اليابانية ورفضها بأفكار جديدة ومدروسة. كما استمر الجناح التونسي في المعرض الموازي للمنتدى بجذب عدد كبير من الزوار اليابانيين، وركز الجناح على عرض المنتجات الصناعية. من المبكر القول بأن اليابانيين قد تخلوا عن ترددهم إزاء دخول الأسواق التجارية والاستثمارية التونسية، ولكن استمرار الحوار لابد أن يؤدي لإيجاد المشاريع الملائمة لتعاون مستقبلي مثمر. نجيب الخش، التلفزة الوطنية التونسية، طوكيو. أجورا حوار المدينة، برنامج تكويني خاص بدورة كتابة السيناريو والإخراج السينمائي يشرف عليه المرصد الوطني للشباب بدعم من الحكومة البريطانية. البرنامج يختتم غدا باختيار أفضل فكرة من المشاركين لتبنيها وتحويلها إلى سيناريو ومشروع فني حقيقي للتنفيذ. توا باش نشوف التخيل والتصور والاستلهام من خلال سينوبسيس، من خلال فكرة جسدها أحدكم. هذه الفكرة ستجسد بنص ثم ينظر في مستوى الكلمة، ذلك ما ذكره مكون هذه الدورة، دورة كتابة السيناريو والإخراج السينمائي والتصوير الفوتوغرافي ضمن البرنامج التكويني لأجورا حول المدينة. فيلم طويل بعنوان في هذه الأرض من يستحق الحياة، المدة ساعتين، الغاية والهدف منه هي غاية توعوية نقدية. نحن علمناهم كيف يعملوا الخلق، الحاجات اللي ناقصتهم بالتكوين، ان كونه كيف يخلق الفكره، كيف يطورها، كيف يبحث، ومن بعد نعلموه كيف يجسد من خلال ملخص العمل سينوبسيس، ومن بعد كيف يحوله بعمليه ابداعيه الى نص على مستوى السينما، على مستوى المسلسل، على مستوى حتى السبوت ببلستير. يجب ان يكون هناك لغه جديده. لهنا نحب نخلقوا حاجه جديده، معنا بويسك احنا كنا ديجون ترى في اعمارنا، كيفاش نحب نخلقوا حاجه تتوافق مع شريحة المجتمع اللي تابعة للجان. الشباب المستهدف بهذا التكوين جاء من عدة ولايات للتعبير عن آرائه بحرية ومن أجل التكوين وإبراز قدراته الإبداعية. كنت نغزر للسينما حاجة وليت نغزر لها حاجة أخرى، اللي هي أنا كنت مستسهلها توا لقيتها يعني حاجة يعني قوية ياسر. فكرة بها خطر سسخة انغيشيسان لنا نحن زيدا، والحقيقة معناها السينما نتاعنا كل ماشي بالي عشان نعاودو. كنا خلينا نشوفوا حاجة جديدة، معنا نكتشفوا حاجة جديدة، كتبنا حاجة وقدمناها. هذه الدورة في نفس الوقت هي أيضا نموذج للشراكة بين القطاع العام، طبعا اللي هو المرصد الوطني للشباب، هناك ممثلي جمعيات من الشباب، وهناك الفضاء الخاص ثقافي خاص الذي تجرى فيه هذه الدورة التدريبية، شراكة من القطاع العام، القطاع المدني والقطاع الخاص من أجل دعم المشاركة الشبابية. سيناريوهات من إنجاز الشباب المشارك ستختتم هذه الدورة وستصور سينمائيا إلى جانب معرض للصور الفوتوغرافية عن إسهام الشباب في الشأن العام. في أخبارنا الدولية، قتل اليوم 16 شخصا في المعارك الدائرة في جنوب السودان في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من حرب أهلية ستكون لها تداعيات على الأوضاع الإنسانية بهذا البلد. فقد جيش جنوب السودان السيطرة على بلدة بورا المضطربة بعد أنباء عن اشتباكات هناك بين القوات النظامية ومقاتلين موالين لرياك مشار النائب السابق لرئيس جمهورية جنوب السودان حسب متحدث عسكري. كما أفادت مصادر إعلامية بسقوط 4 ثكنات عسكرية في أيدي قوات مشار في جوبا. تزامن ذلك مع مقتل 16 شخصا في اشتباكات بين عمال في حقلي إنتاج النفطي. وأعربت مصادر حكومية عن مخاوف من تأثر الإنتاج جراء المعارك واعتزام 200 عامل في إحدى أكبر الشركات النفطية مغادرة البلاد. في الأثناء أعلنت الولايات المتحدة إجلاءها 150 من مواطنيها ووقف أنشطة سفارتها في جوبا. من جانبه عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن مخاوفه من اتساع دائرة العنف في جنوب السودان، متحدثا عن ما أسماه مؤشرات تدل على ذلك، ورحب في الوقت نفسه بدعوة الرئيس سيلفا كير لخصمه رياك مشار إلى الحوار.
وفي مسعى لإنهاء القتال الدائر توجه عدد من وزراء خارجية دول في شرق إفريقيا إلى جنوب السودان لتكون أول بعثة أجنبية تدخل جوبا منذ تفجر الصراع الذي أودى بحياة حوالي 500 شخص. أخطار الحرب الأهلية التي تحدق بجنوب السودان بدأت أيضا تثير المخاوف من تفاقم أزمة إنسانية في البلاد، فقد أكد المتحدث باسم البعثة الأممية في جنوب السودان أن حوالي 3000 شخص لجأوا إلى قواعد أممية في مدن بور وبيبور وجونغلاي. وفي العراق ارتفعت حصيلة ضحايا تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف زوارا شيعة في منطقة الدورة جنوب بغداد ارتفع إلى 36 قتيلا وعشرات الجرحى. ضحايا هذا التفجير كانوا متوجهين إلى مدينة كربلاء للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة الإمام الحسين. سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي على بلدات النابير في حلب جراء قصف قوات النظام للمنطقة لليوم الخامس على التوالي حسب ما أفاد به ناشطون. وفي ريف دمشق ارتفع عدد قتلى القصف الجوي لبلدة بيت سحم وحي الحجر الأسود إلى 50 شخصا ممن كانوا يحاولون النزوح من هاتين المنطقتين المحاصرتين جنوب العاصمة. برأت إحدى المحاكم المصرية اليوم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك من تهمة الاستيلاء على أراض بأسعار منخفضة وعن طريق التحايل على القانون. في أخبار الرياضة حقق النجم الساحلي تأهلا صعبا للدوري نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية البطلة في كرة السلة المقام منافساتها بقاعة سوسة أثر انتصاره مساء اليوم على مالي بوكي سالغيني بنتيجة 70 نقطة مقابل 66. وسيلقي النجم الساحلي غدا في الساعة 6 مساء في المربع الذهبي المنتصر في المباراة التي تجمع حاليا قسنطين الجزائري بليبيلو الأنغولي. تم أمس بمقر نجم الرياضي الساحلي تقديم المدرب الجديد لأكابر كرة القدم الفرنسي روجي لومير الذي شرع اليوم في مهامه بمساعدة التونسي رضا جدي. وعبر لومير عن اعتزازه بتدريب النجم الساحلي وأمله في قيادته إلى تحقيق أفضل النتائج. حقق فريق الرجاء الرياضي المغربي بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي إنجازا عربيا غير مسبوق بتأهله للمباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيفها المغرب. الرجاء نجح في إقصاء أتلتيكو مينيرو البرازيلي بتغلبه عليه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وافتتح محسن ياجور التسجيل في الدقيقة 51 ليتمكن رونالدينو من إدراك التعادل بعد 10 دقائق. ثم تقدم الرجاء مجددا بواسطة ضربة جزاء نفذها بنجاح محسن متولي في الدقيقة 83 قبل أن يتوفق مابيدي في الوقت البديل في تسجيل الهدف الثالث. وسيلقي رجاء الرياضي في الدوري النهائي بايرن ميونخ يوم السبت المقبل. ومن جهته انقاد الأهلي المصري بطل إفريقيا إلى الخسارة بهدف مقابل 5 ضد مونتيري المكسيكي ملهيا بذلك البطولة في المركز الأخير. وافتتح كازوديا نتيجة لمونتيري ثم أدرك عماد متعب التعادل ليفرض مونتيري بعد ذلك سيطرة مطلقة على مجريات المباراة توجت بتسجيل 4 أهداف تناوب على تحقيقها سيزار ديلغادو في المناسبتين ولوبيز وسواز من ضربة جزاء. أكمل منتخب صربيا والدنمارك قائمة المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد سيدات إذ تفوقت صربيا على منتخب النرويج بنتيجة 28 مقابل 25 فيما فازت الدنمارك على ألمانيا بنتيجة 31 مقابل 28. بهذا وصلنا إلى ختام نشاطنا مشاهدينا الكرام وهذا تذكير بالعناوين. الجبهة الشعبية تعلق مشاركتها في المسار الحكومي للحوار الوطني ونداء تونس تؤكد التزامها باستكمال مسار الحوار.
عشية استئناف الحوار الوطني، الغنوشي يؤكد أن النهضة ستهادر الحكومة لكنها لا تزال في مركز السلطة. نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة القضائية تبين عدم رضا شريحة من التونسيين عن حيادية الجهاز القضائي واستقلاليته. وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.